أهلا بكم مشاهدينا للحديث عن افتتاح السوق. ينضم معنا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ محمد الصغير. صباح الخير. صباح النور، حياكم الله وحياكم أستاذ. حياك الله. كيف تقرأ لنا إغلاق مؤشر السوق عند 7914 نقطة، وعلى ماذا يدل ذلك؟ هل سيصل برأيك إلى مستويات 8000 نقطة قريبا؟ نعم، كانك تقرأ فعلا الدعوم والمقاومات عندنا توافقت 7900 كدعم أسبوعي ودعم يومي. ولهذا أتوقع إن شاء الله بإذن الله الثبات الأسبوع هذا فوق 7900 بإذن الله نتجه إلى 8000 وهي أيضا مقاومة، وبعدها لكل حادث حديث. أهم دعم الأسبوع هذا 7820 بإذن الله لن نلامسها، والسوق في وضع جيد والحمد لله. إذا هل تعتقد أستاذ محمد بأن سوقنا سيتأثر بالسوق الأمريكي وإغلاقه طبعا لجلسته الأخيرة والذي جاءت في أداء إيجابي؟ أكيد سوقنا مرتبط ارتباط كامل بأي أحداث عالمية وليس السوق الأمريكي بقى. وأيضا مرتبط بأسعار البترول، وأيضا مرتبط بكل الأحداث التي تجري في المنطقة، ولكن الحمد لله السوق يمشي بمسار جيد وبإطمئنان وليس شديد الحساسية للأخبار، والحمد لله لا تؤثر أول يوم أو يومين أي حدث مهما كبر، ثم بعد ذلك تجاوزها المؤشر الحمد لله. إن شاء الله له أهداف عليا ونتطلع إلى 8000 ثم القمة السابقة عند 8502 بإذن الله. ممتاز. إذا ما تحدثنا عن سيولة السوق، طبعا قيم التداول في جلسة يوم الخميس ترتفع قليلا إلى 2,480,000,000 إذا ما قررناها بجلسة يوم الأربعاء التي كانت عند 2,350,000,000، لكن بشكل عام عندما تحدث عن مستويات أقل من 3 مليار ريال، هل تعتبر ما دون المستوى المأمول في السوق السعودي؟ نعم، أو تعودنا عندما سجلنا في الشهرين الماضية 7000 بسيولة أيضا منخفضة، ارتفعنا حوالي 1000 نقطة وبنفس السيولة. فالمهم عندي أنا بالنسبة للسيولة أن تكون سيولة شراء وليس قيمة ليس حجم الأسهم وليس قيمة الأسهم. المهم ما هي حصيلة الشراء وما هي حصيلة البيع، هنا يتأثر المؤشر سلبا وإيجابا بهذا المنطق. نعم أستاذ محمد، يعني تدخل الشركات السعودية المدرجة أو دخولها في مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الجاري 2018، توقعاتك للنتائج بشكل عام؟ بإذن الله إن النتائج إذا لم تكن بتحقق قفزها في الأرباح لن تقل إن شاء الله عن مستوى الأرباح في الربع الثالث، وأيضا الميزانية وما يحصل فيها إن شاء الله وتحقيق العجز فيها أو تلاشي العجز فيها إلى 36% كما أشارت بعض بيوت الخبرة. نعم. أرى أنها بكلها إن شاء الله أثر جيد على سوقنا وتدفع إن شاء الله للأمام. نعم، في ذات السياق أبرز الشركات من وجهة نظركم التي سيكون لها الأثر الكبير في تغيير مسار السوق وبشكل طبعا إيجابي؟ الشركات القيادية بدون شك، وخاصة القطاع البتروكيماويات وعلى رأسها سابق، حققت نتائج مبهرة في الربع الثالث ونتمنى إن شاء الله أنها تحافظ على هذا المستوى أو تزيد بإذن الله في أرباحها. فقطاع البتروكيماويات هو قطاع قيادي جدا بقيادة سابق، وما يدور فيها من ينساب متقدمة تبكين جميع شركات البتروكيماويات بإذن الله حقق نتائج جيدة. أيضا القطاع البنكي، وهناك خبر اندماج بين بنك ساب وبنك الأول، وهذا الاندماج يجعل من هذا البنك بنك يحتل المركز الثالث من حيث رأس المال والأصول وطاقة الربح وقيمة القروض وقيمة الودائع والقيمة السوقية. ممتاز. هذا أيضا محفز لقطاع البنك أو قطاع البنوك بإذن الله، وهي أهم قطاعين في سوقنا السعودي، وإن شاء الله تدفع السوق إلى مستويات أعلى بإذن الله.
نعم، برأيك انخفاضات أسعار النفط في جلسة يوم الجمعة الماضية هل ستلقي بظلالها على جلسة اليوم؟ لا شك يعني أي أحداث تؤثر السوق، ولكن حتى لو حصلت أي تأثير لن تكون يعني بأقل من يعني يومين ثلاثة كذا، ثم يتعافى السوق ثم يعود الاتجاه. نحن في اتجاه الحمد لله منذ أن تجاوزنا 7,000 في الموجة الأخيرة، ونحن في ترند صاعد على مقف هذه الموجة، ونحن بعيدين عن أي خطورة. يعني خطورة المؤشر العام عندنا في كسر 7,750، نحن الحمد لله بعيدين عنها بحوالي 200 نقطة، ونتمنى إن شاء الله بانعكاس آثار الأرباح إن شاء الله للربع الأخير، وهو أهم ربع يعني نتائج الربع الأخير هي أهم النتائج، وهي من تقرر البقاء في الأسهم ومن تقرر حركة الأسهم وانتقال المستثمرين بين القطاعات حسب النتائج. نعم. فالوضع جيد، وأي أثر أو خبر غير جيد هو مجرد يومين ثلاثة ثم يعود السوق لتوجه الصحيح، وهو التوجه الصاعد بإذن الله. نعم، الارتفاعات التي حققها مؤشر تاسي في جلسة يوم الخميس الختامية للأسبوع الماضي طبعا هي تعتبر ثالث ارتفاع على التوالي، ولكن تعتبر أيضا أعلى مستويات في آخر 8 جلسات. طبعا كل ذلك كان بدعم من القطاعات. أستاذ محمد، كيف تقيم أداء القطاعات خلال هذه الفترة ودعمها للمؤشر؟ القطاع من أهم القطاعات اللي نشوف عليه الزخم اليومين هذه هو قطاع الاتصالات، حيث تم التسوية بين مصلحة معاشات بين مصلحة الزكاة والدخل وبين الشركات الاتصالات اللي هي زين وموبايلي والاتصالات السعودية، وهذا يعطي إن شاء الله بإذن الله قوة لهذا القطاع ليكمل التوهج إن شاء الله والارتفاع مع قطاع البنوك وقطاع البتروكيماوي. السوق صراحة جيد، ما في يعني أي خوف نهائيا من السوق، وأنا أتوقع إن شاء الله إنه بلوغنا لـ 8,040 هي تحصيل حاصل، عندها محطة يعني بسيطة كده متأخر عندها، ثم ننطلق إن شاء الله إلى القمة السابقة 8,500، وبعد هذا كل حادث حديث. نعم، إذا ما تحدثنا بشكل سريع طبعا عن السوق الموازي، في الجلسة الماضية حقق ارتفاعات طبعا ملفتة للنظر، يرتفع بأكثر من 70 نقطة، ولكن الجدير بالذكر أيضا المستويات السيولة تتخطى 5 ملايين ريال، وهو رقم ربما منذ فترة لم يحققه السوق الموازي، كيف تعلق على هذه الارتفاعات؟ طبعا السوق الموازي هذا سوق تسمى سوق النقطة، أو لأنه ما يتداول فيه إلا بعض المتداولين تنطبق عليهم شروط، فهو من الأسياء ويعتبر سوق حساس جدا، ويعني يتأثر بالإيجابيات والسلبيات، وأنا أشوف إنه ما يدور فيه الآن شيء جيد، وتوقعات أو يسبق توقعات إن شاء الله في تحقيق أرباح، وهذا القطاع أو هذا السوق الموازي هو سوق يعني يعكس الحقيقة فيما يحصل في الأرباح وما يحصل في السوق عموما. نعم، المحلل المالي الأستاذ محمد الصغير، شكرا جزيلا لك.